راديو نيل. عايزه اقول لكم احنا بنتكلم على موضوع الشنطه الغامضه في البيت او المكان اللي انت بتخبي فيه اوراقك او حاجتك. الكلام ده اتكرر في مسلسلات كتير في الدراما، دايما كنا كده مرتبطين بيه. يعني مسلسل البخيل وانا، طبعا العملاق وحش الشاشه فريد شوقي كان عنده سحاره كده بيخبي فيها الفلوس لانه كان بخيل قوي. ده مثلا كان ضمن الحاجات اللي فيها الحته اللي هو بتخبي فيها الفلوس اللي هو ايه، مش عايز حد يوصل لها. فنان طبعا القدير استاذ محمد صبحي كان برضو في سنبل رحلة المليون، كان برضو عنده شنطة بيخبي فيها حاجته وبيلم فيها الراديو بتاعه وبيخبي فيها الفلوس لحد ما جمع المليون. مسلسل لنا عايش في جلباب أبي الراحل طبعا العملاق الأستاذ نور الشريف الله يرحمه، برضو كان بيجمع الفلوس بتاعته، كان بيحطهم كده في كيسه ومنديل ويتبت عليهم ويحطهم بدبارة، المهم إيه محدش يوصل للكيس. حاجات كتير كده الناس كانت بتعملها عشان تخبي فيها فلوسها، أوراقها المهمة، زي ما قلنا الذكريات. على فكرة الذكريات برضو من الحاجات المهمة قوي. ده في ناس بتقعد بقول لكم صورة اللي هي ما بتحبهاش دي تلاقي حاططها في سابع أرض كأنه كنز كده مش عايز أي حد يوصل له ولا يقرب له خالص بأي حال من الأحوال. في بيتها مع أسماء مصطفى الاثنين والأربع من 12 لواحدة الظهر على نغم أف أم. في بيتها